يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بقى حوار الفاير وول ده؟ دلوقتي تعالوا نشرح الاول مشكله. تمام، عندي بي سي وكونكتد هنا على سيرفر، تمام، الاثنين كونكتد مع بعض سواء عن طريق سويتش بقى او وات ايفر. المهم دلوقتي ان السيرفر ده كنت مشغل عليه اكتر من سيرفيس. على سبيل المثال مثلا مشغل عليه ويب سيرفيس، تمام، اس ام تي بي اللي هو الميل اللي هناخده في اخر الكورس ده باذن الله، يبقى ويب، تمام، اس ام تي بي، اس ام تي بي ده بروتوكول ايه؟ الميل. اف تي بي مثلا على السمبل الاس ان ام بي، لا الاس ام بي سامبا اللي لسه وليد دلوقتي بيقول عليه، بروتوكول الشيرنج في الويندوز بنقومه على اللينكس عشان نخلي دلوقتي مكنه اللينكس ومكنه الويندوز يتعاملوا بالسامبا. هو كان في تاني واحد غير اس ام بي، اس ان ام بي لينكس اللي هو ان اف اس، ان اف اس بس الان اف اس بروتوكول فيري ستريت فورورد. لما جينا نقومه في اللينكس كان ايه وديت تقريبا ما فيهوش بروتوكول عقيم، انما السامبا فعلا لا بروتوكول محترم. تمام، زي مثلا كمان دي ان اس، جهاز الكمبيوتر البي سي عايز يدخل على السيرفر ده. فاكرين في جزء الانترودكشن في البدايه كنت قلت لكم الداتا طول ما في لير 3 بتتحمل بحاجتين، السورس اي بي وايه كمان والديستنيشن اي بي، تمام. طب ايه كمان؟ طول ما انا في لير 4، طول ما انا سوري في لير 2 سورس ميك وديستنيشن ميك. يا ترى المعلومات اللي قدامي دي هتساعدني انا ان انا هدخل على انهي سيرفيس من دول؟ لا، خدوا بالكم ده سيرفر على بعضه، جهاز على بعضه، ليه اي بي واحد بس، ليه ايه اي بي واحد بس، ليه ماك واحد بس. افترض ان الماك مثلا بتاعه بي، وافترض ان جهاز ايه الاي بي بتاعه عشرات واحد والماك بتاعه ايه، يبقى المعلومات اللي انا حطيتها دي سورس اي بي ديستنيشن اي بي سورس ماك ديستنيشن ماك ساعدتني ان انا اوصل للسيرفر ككل، للسيرفر كايه ككل، لكن ما ساعدتنيش انا داخله على انهي سيرفيس، اعرف انا داخله على انهي سيرفيس. جهاز ويندوز سيرفر 2012 سطبت عليه ويب وسطبت عليه اكستشينج اس ام تي بي وسطبت عليه اف تي بي وسطبت عليه دي ان اس، كل ده او معظمه يعني من اد رولز، ماشي بهي. تمام، الفكره بقى دلوقتي انا محتاجه معلومه كمان تساعدني انا طالعه من جهاز السورس ده داخله على انهي سيرفيس على جهاز الديستنيشن. المعلومه دي كده بنسميها بورت نمبر. المعلومه دي بنسميها ايه يا شباب؟ بورت نمبر. البورت نمبر ده رقم من 0 لغايه 2 اس 16. 2 اس كام؟ 16. اكتبها بسرعه، اللي هي 65535. تمام كده، يبقى عندي كام بورت نمبر؟ 65536 اللي هو بما فيهم الزيرو، متقسمين كالتالي لتو كاتيجوريز. ايوه يا خالد، ايوه يا خالد، ايوه برو، ايه الشطاره دي؟ بسم الله ما شاء الله. متقسمين كالتالي يا شباب، الاولاني والنون والنون ايوه، وده مخصص فور سيرفيسز، تمام، وده من زيرو لغايه كام يا خالد؟ 1023 يا وليد. تمام، الكاتيجوري الثاني يوزر ديفايند، ده من 1024 لغايه 65535 لغايه الاخر. تمام، قال لك دلوقتي اليوزر الكلاينت البي سي بيطلع من انهي بورد؟ من اي بورد راندوم، اي بورد عشوائي، بس في الكاتيجوري بتاع مين؟ اليوزر ديفاين. فسي مثلا ان انا هطلع صدفه من بورد 2000، طب الديستنيشن بورد على حسب السيرفيس اللي انا داخله عليه، على حسب ايه؟ السيرفيس اللي انا داخله عليه. يعني على سبيل المثال لو داخله على ويب 80، تمام تمام، يعني ايه؟ يعني مكنه ال 2012 سيرفر دي حاجه من الاثنين، يا هدخل جوه اي رولز اد رولز وسطب عليه حاجه اسمها اي اي اس سيرفيس اسمها اي اي اس، يبقى انا كده فتحت بورت 80 على السيرفر. اسمها ايه؟ اي اي اس. احنا عملناها؟ لا لا. تمام؟ انترنت انفورميشن سيرفيس. او انزل سوفت وير اسمه اباتشي وسطب عليه، برضه انا كده فتحت بورت اسمه بورت 80. تمام كده؟ الاس ام تي بي
ده شغال على بورت 25 مجرد ما سطب الاكستشينج انا كده فتحت عليه بورت 80. اف تي بي ده شغال على بورت 20 21. حد فاكر بسرعه كده ايش معنى ده ليه بورتين؟ لا عشان مين يا خالد؟ تاني كده؟ تاني؟ تاني كده؟ عشان رمضان مضطرب بالصلاة. ايوه واحد كنترول واحد داتا. بص عليكم لو جيت دلوقتي دخلت على البرسنتج سيستم روت برسنتج تحت السيستم 32 تحت درايفرز تحت اي تي سي مش كان هناك برضو اي تي سي يا وليد في لينكس تحت سيرفيسز. لو جيت افتح الملف ده بالورد بيت هلاقي هنا 20 اف تي بي داتا 21 اف تي بي كنترول. صح كنترول اللي هو ايه؟ انا ناوي اعمل جيت ولا بط. صح لو كتبت داير في الدوس على السيرفر اللي انا داخله عليه بالاف تي بي تمام كل ده قلنا عليه كنترول. لكن الداتا ذات نفسها سواء داونلود او ابلود بتتبعت على بورت 20. ماشي اخدناه قبل كده بيه يعني. اه ما انا عارف بس معلش الكلمه اللي هي كنترول بتاعه ثاني بس ايه ده تاني كنت بتسال في ايه بيه؟ اقول لك على حاجه على السريع اهو. لو جيت انا قلت له سي ام دي كمراجعه بسرعه فاكرين لما كنا عملنا داونلود اندر دوس؟ داونلود اندر دوس هاجي هنا اقول له اف تي بي مسافه اف تي بي دوت وينزيب دوت كوم. انا عايزه ادخل على الموقع بتاع شركه وينزيب دوت كوم. انا كده بدخل على السيرفر كده بتدخل على السيرفر بس ببروتوكول ايه خالد؟ اف تي بي تمام. انتر هيطلب من يوزر نيم رغم ان انا في الواقع لما باجي ادخل عليه FTP نقطتين سلاش سلاش FTP دوت وينزيب دوت كوم انتر دخل اهو. صح انا داخلة دلوقتي على مين؟ جهاز ايه؟ شركة وينزيب دوت كوم. لا ده مش جهازي يعني ايه ده بجد؟ ايه يا جدعان محسسني ان اول مرة الكلام ده يتقال لي. ايوه عمي يصلح على النبي بس الكلام ده عندهم عندهم هو بس انا داخله دلوقتي عليه ببروتوكول ايه بيه يعني انا ينفع اسطب اي حاجه من عندهم؟ ايوه يا باشا وتكليك يمين هنا وتقول له كوبي وتحطه عندك بيست. ايه ده بقى؟ ده عارف شركه وينزيب ازاي من رير؟ ايوه انا عارفه الاف تي بي سيرفر بتاعهم. الاف تي بي سيرفر بتاعهم عنوانه ايه؟ اف تي بي دوت وينزيب دوت كوم. هم مسمينه كده عندهم دومين اسمه وينزيب دوت كوم ومخليين جهاز عندهم اسمه اف تي بي وبالتالي بقى اسمه ftb.winzip.com. انا دخلت عليه ببروتوكول ال ftb مش ال http تمام. عايز تاخد من هنا كوبي وبيست كوبي وتعال على كذا كده انت كده بتعمل داونلود. ثواني يا شباب لا قط ما ينفعش مش مديك برميشن وتعمل هنا داونلود. انت كده بتعمل داونلود يا باهي بس هو ده الاصل حته ان انت دلوقتي بتعمل داونلود في بيتك عن طريق بروتوكول ال http. حتى دلوقتي ان انا بعمل داونلود ببروتوكول اتش تي بي دي احنا اللي بنعملها اساسا كنوع من التسهيل على اليوزرز لان مين كيوزر يعرف يدخل بالطريقه دي؟ صح انت متعود ان انت بتكليك اصلا على حاجه. انت راجل بتاع حاسبات يا باشا مش انتوا بتصمموا مواقع عندكم في الكليه؟ صح لما بتيجي تصمم موقع مش ساعات بتيجي على لينك كده وتحوله لهايبر لينك؟ الهايبر لينك ده هتعمله يشاور على العنوان بتاع الاف تي بي بحيث اليوزر اول ما يجي يكليك على اللينك ايه انا برضو حاسه بكده والله. فقلنا تاني يا بهي انت كده بتعمل داونلود حته ان انت بتعمل داونلود اندر اتش تي تي بي زي ما اتفقنا ده معنى ايه؟ هو اللينك او بتحول حاجه عندك سطر اللينك يشاور على الاتش تي تي بي كنوع من السكيورتي. ثواني يا خالد ليه؟ كنوع من السكيورتي خطر ان الناس تعرف عنوان الاف تي بي سيرفر بتاعك لان ده اللي عليه داتا تمام. انت ممكن الاف تي بي يبقى على جهاز والاتش تي تي بي على جهاز انت بتوجه الناس على مين؟ عنوان الاتش تي تي بي وفي الباك جراوند من وراهم من غير ما يحسوا باي حاجه مجرد ما يكليكوا على اللينك ده بيبعتهم على الاف تي بي يعملوا منه داونلود. بس انا عارفه عنوان الاف تي بي فبتست عليه زي ايه؟ في سايت اسمه فايل هيب ده عليه
برامج وكل حاجه. اه انت بتدخل بتدوس على لينك البرنامج بيبعدك على حاجه تانية. بس كده مش طبيعي يعني. ليه؟ هنا على ايه؟ اخد البرنامج بالك انا داخل على اف تي بي على جهاز هو ده الجهاز بتاعه دي الداتا بتاعته ده في الباك جراوند زي ما انت بتقولي. ده الحقيقي بقى اللي هو ده الحقيقي نزلت اكتر حاجه. اه تمام. فممكن ان انا كنت اكونكت عليه يا اما انت كنت عارفه الحاجه دي عندي يعني عارفه الفيفت دي عندي ولا انت في حد قال لك عليه مثلا؟ لا انا عارفه من زمان ولا هم قالوا لك عليه ولا هم قالوا لي عليه. تمام. وانا عرفته منين ولا انت عارفه؟ لو انت مش عارف عنوان الاف تي بي سيرفر بتاع اللي انت عايز تعمل منه داونلود مش هتعرف تعمل كده. تمام. بس انا عارفه عنوان الاف تي بي بتاعهم. تمام. دلوقتي انا عايز اعمل داونلود اجيب الملفات دي بدل كوبي وبست زي ما وريتكم. لا انا عايز اعمل لها ايه؟ اندر دوس. لما جيت قلت له هنا اف تي بي مسافه اف تي بي دوت وينزب دوت كوم طلب من يوزر نيم. صح. مين هو اليوزر نيم؟ هو ورا طلب من يوزر نيم. طلب من يوزر نيم في الباك جراوند من غير ما تحسوا بحاجه. واي موقع انتوا بتيجوا تدخلوا عليه فعليا بيطلب منكم يوزر نيم. انت مش بتبعت حاجه بس البراوزر متظبط ان اي موقع بتدخل عليه سواء اف تي بي سواء اتش تي تي بي بيبعت يوزر نيم اسمه ايه يا خالد؟ انونيموس. انونيموس يا باهي معناها شخص مجهول الهويه كده. بس البراوزر متظبط لوحده ان اصلا اي موقع بتدخل عليه بيبعت اليوزر نيم ده. وما اقصدش اليوزر نيم اللي بتكتبه عشان تدخل على الفيس، لا اصلا عشان تدخل على صفحه الفيس الرئيسيه بيبعت يوزر نيم انونيموس وباسورد اي حاجه. انما ده دوس مش براوزر مش متظبط. فانا اللي بايدي لازم اكتب انونيموس انتر. وطبعا عشان بقى لنا فتره انونيموس عارفين منظمه انونيموس والباسورد اي حاجه كتبت اي حاجه طبعا ما اتكتبتش كنوع من الايه ويلكم على طول. اه انا كتبت فعلا يا بيهي بس ده ما بتظهرش حتى استرسك عشان يحميني من نوع اتاك اسمه باك شولدر. باك شولدر يعني ايه؟ وليد واقف جنبي دلوقتي هنكون له شاف دلوقتي ان انا كتبت باسورد متكونه من 11 استرسك. اه هو مش شايف الباسورد دي ايه بس طلع بمعلومه طالما 11 يبقى احتمال ده يكون رقم موبايل يقعد يجرب بناء على كده. تمام. دخلني اهو على الاف تي بي. لو انا قلت له داير او مردوس بقى انتر الهيصه اللي ورا دي كلها هي الملفات اللي ورايا اللي ورا الملفات دي موجوده من 1994. تمام. الملفات دي كلها عايز اعمل جيت وبط. عايز اعمل داونلود. داونلود يعني جيت. ابلود يعني بوت. تمام. فانا عايز اعمل مثلا داونلود. انا دايما بتست للناس على الملف ده جاست عشان حجمه صغير عشان ننجز. تمام. فداونلود مين؟ ويلكم دوت مثلا انتر. قال لي سكسسفول خلاص نزل. هو الداونلود في الدوس اسرع؟ حاضر يا خالد. لا مش اسرع ولا حاجه. كل اللي فيها بس ان انا استخدمت ايه او بنزل ملف حجمه صغير. تمام. طب لو كنت عايز اعمل ابلود هقول له بوت اسم الملف بتاعي. طبعا شركه وينزب مش مدياني رايت بيرميشن. انتوا فهمتوا يعني ايه دلوقتي رايت بيرميشن بقى؟ صح. مش مدياني رايت بيرميشن ان انا اكتب عليهم. طب خلصت شغلي باي. خالد انا قبل ما ادخل كنت واقفه على ايه؟ تحت السي تحت يوزر تحت عبير. صح. فلو جيت هنا تحت السي تحت يوزر تحت عبير تمام هلاقي فعلا الملف نزل عندي اهو. البرمجه على فكره في برمجه ساينس في ما هو جيت يا اصلا داونلود بوت ابلود. شفتوا بقى جيت وبوت اللي انا كتبتهم؟ شفتوا داير اللي انا كتبته؟ اهو ده اتبعت على البورت بتاع الكنترول 21. الداتا ذات نفسها سواء داونلود او ابلود دي اللي تتبعت على البورت 20. وضحت كده؟ ياه انا اللي خلاني اسال السؤال ده. يلا ما علينا. يور ويلكم يا باشا. كنا بنشرح ايه بقى عشان نسيت. اه طب الدي ان اس يتبعت على بورت كام؟ 53. تمام كده. انت دلوقتي كي بي سي عايز تروح لمين؟ لا انا هفترض ان انا عايز اروح للويب اعمل داونلود. اه سوري ادخل على الويب. انا اسف ثواني بقى يا خالد الله يكرمك اخلص دي الاول. فاتفقنا ان انا هطلع من بورت كام؟ اي بورت راندوم ابتداء من بورت 1024. هدخل على ديستنيشن بورت كام؟ 80. طب وانا طالعه اطلع من بورت كام؟ 80. نفس اللي انا دخلت منه تمام اللي هو 80. ادخل هنا على البي سي على بورت 20. يا
هي دي السيشن، هي دي كريت لوجيكال سيشن. كان في مول تقريبا 70 71 ده الدي ان لسه مش مهندسه، كان 70 71 طول عمره 53. انا اول مره اسمع البورت 70 71. لا احنا شرحنا حاجه 70 71 67 68 ده دي اتش سي بي يو دي بي، 69 تي اف تي بي يو دي بي برضه 67 68 69 تي اف تي بي 3 يو دي بي تمام. انما طول عمر دي ان اس 53 تي سي بي ويو دي بي. طب ليه تي سي بي ويو دي بي طالما سالت؟ ليه 53 دي ان اس تي سي بي ويو دي بي مش واحد بس طالما سالت؟ مش الكلاينت بيطلب المعلومه من دي ان اس يطلبها يو دي بي، مش الدي ان اس بيطلبها من فوروردر او من الروت هند يعني من دي ان اس سيرفر تاني يطلبها تي سي بي. يبقى الدي ان اس دايما شغال على الاثنين بورت تي سي بي ويو دي بي. طب ليه بيطلبها تي سي بي يعني؟ عشان يبقى ريلايبل، اقدر ساعتها اطمن ان انا فعلا جبت المعلومه من دي ان اس سيرفر تاني ريلايبل. واضحه يا شباب؟ فقلنا تاني هطلع من بورت كام؟ هنا 20 وادخل على بورت على حسب السيرفيس اللي انا داخل عليه. على السريع كده عندي امر نيت ستيت مسافه ماينس ان، الامر ده بيوريني كل البورتس اللي مفتوحه على جهازي. ده الاي بي بتاع جهازي اهو تمام، دي البورتس اللي انا طالعه منها تمام. انا داخله دلوقتي على اي واحد كده مثلا ده على بورت ايه 80 اعتقد ممكن يكون ده الفيس لاني كنت فاتحه من شويه تمام. داخله على بورت او جهاز ده الاي بي بتاعه ده بورت 80 ده برضو يبقى بورت ايه او الفيس، لا الفيس هيبقى 443 مش عارفه ده مين، جهاز مثلا الانتي فايروس بتاعي بيعمل ابديت او حاجه تمام. يبقى ده مين الاجهزه اللي انا داخله عليها على حسب البورت اللي انا داخله عليه. واضح كده؟ لوكال اه طبعا، ما احنا اتفقنا ان ده البورت اللي بطلع منه. لا اللي ابتداء من 1024 لوكال على الجهاز نفسه لو في اثنين ابلكيشن بتعملوا مع بعض. اه طبعا اه طبعا، اي ابلكيشن عن طريق النتورك سواء النتورك دي داخليا او بره، اي ابلكيشن نتورك لازم يبقى له بورت نمبر. على جهاز لوحده الون لا استاند الون، لو فتحت لي ملف وورد ملهوش بورت. لكن مثلا البرنامج اللي انا بشير بيه دلوقتي انت لو شغلت ليه بورت لازم يكون ليه بورت. اقصد لو البرامج بتتعامل مع بعضها جوه المكنه لوحدها بتعامل بورتات برضه ولا بتعامل ازاي؟ انا عايز اقول لك على حاجه، ان في برامج انترنال على الجهاز بتاعي وبتعامل ببورت زي جي ان اس الراوتر اللي ده حاجه في سيسكو. الجي ان اس الراوتر اللي بسحبه بيبقى له بورت تمام؟ اهو انترنال جوه جهاز بس حاطين له بورت ليه؟ عشان انت لو عايز تكونكت على جي ان اس على الراوتر بتاعي من بعيد، طالما هتكونكت على الراوتر بتاعي من بعيد شور هيبقى له بورت. مش في حاجه يا خالد اسمها ويب ابلكيشنز؟ اي ويب ابلكيشن، لا هو ما يعتبرش ويب ابلكيشن بس انا بتكلم اي ويب ابلكيشن لازم يبقى له بورت لازم. واضح يا شباب؟ كنا بنشرح ده ليه؟ اه طب دلوقتي بقى حوار الفاير وول دلوقتي مثلا ستوني كنت عايزه اقول ايه؟ انا هتخيل كده مثلا ان الفتحه اللي موجوده في ظهر السيرفر ده عباره من جواها عباره عن كذا فتحه كده. طبعا البورت نمبر ده عباره عن سوفت وير، البورت نمبر ده باكد ان هو عباره عن ايه؟ سوفت وير. رقم بيتحط على كل سيجمنت في لاير كام؟ في لاير 4. في لاير كام؟ مش اتفقنا ان الداتا طول ما هي في لاير 4 بنسميها سيجمنت؟ صح؟ ترانسبورت لاير تمام؟ فانا هتخيلها كتخيل بس ان الداتا او الفتحه عند الديستنيشن متقسمه بالمنظر ده وكل فتحه ليها رقم، ده رقم 80 ده رقم 53 ده رقم 20 ده رقم مثلا 23 تلت تمام. الداتا جايه من بعيد هتدخل في انهي فتحه من دول؟ انا كنت دلوقتي قلت لكم ان انا هدخل على الويب، هتدخل في انهي فتحه؟ ال 80. طب الباقي؟ والله لو انت مش عايزه البورت ده، انت لو مش محتاجه اقفله. تقفله ازاي؟ من الاساس ما كنتش تفتحه لان كل حاجه وليها طريقتها. على سبيل المثال يا بيهي، لو دخلت جوه اد رولز وسطبت دي ان اس، انا كده بفتح على جهازي بورت 80 تمام. لو دخلت جوه الاكتف دايركتوري، انا كده بفتح البورت بتاعه الاكتف دايركتوري. كل سيرفيس ليها البورتس بتاعتها
تمام، دخلت جوه اد رول وسطبت الاف تي بي، يبقى انا كده بفتح 2021. اه طبعا ليه كذا بورت كمان، الكربرس دي بورت، ال دبليو بورت، كل حاجه ليها بورت. وريتكم حتى تجيبوها منين، انا طبعا مش حافظها بس وريتكم اصلا تجيبوها منين قبل كده من الشاشه بتاعت الدي ان اس. ايه لا 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 لا، ادخل على كونسول بتاع الدي ان اس وادخل على اندرسكور تي سي بي، هتلاقي كل سيرفيس منهم البورت شغال على كام، عشان حتى لو حبيت انك تغيره. تمام، الفكره دلوقتي ان انا ممكن كمان ان انا اشغل فاير وول على السيرفر بتاعي عشان كنوع من السكيورتي، عشان يقفل لي بورتس، كنوع من السكيورتي يقفل لي ايه بورتس. لما ناخد التي ام جي مع بعض باذن الله هكتشف ان انا بدل ما اعمل الكلام ده بير كل جهاز، لا انا هجيب سيرفر عندي في الشبكه يقفل لي كل البورتس بخبطه واحده، انا مش هلف على جهاز جهاز واشغل عليه الفاير وول. احنا دلوقتي بناخد الفاير وول اللي هو السامبل اللي نازل مع جهاز الكمبيوتر اللي نازل مع الويندوز، تمام. لكن قدام لما ناخد التي ام جي يوم الجمعه ان شاء الله هنعمل ايه؟ ها، هنقفل كل البورتس في خبطه واحده. واضحه؟ تمام. الفاير وول بقى بتاع الويندوز اجيبه منين؟ طبعا الفاير وول اقفله ايه، عند السورس ولا الديستنيشن؟ عند الديستنيشن. السورس بيطلع من اي بورت راندوم، انما الديستنيشن ده اللي انا الناس اللي هتجي لي كونكشن اللي جاي لي هيجي لي على بورت 80، انا عايز اقفل بورت 80. تمام، اشغل الفاير وول منين؟ هدخل تحت كنترول بانل، سوري كنترول بانل، تمام. هلاقي في هنا ويندوز فاير وول، ترن فاير وول اون اور اوف، قال لي انت عايزاه بالنسبه للدومين ولا البرايفت ولا البابليك. دي اللي كنت سالتني فيها قبل كده يا باهي، وقلت لك اصبر شويه هناخدها مع بعض قدام. كان عندي لما بتيجي تعمل كارت الشبكه في منه ثلاث انواع، لما تيجي تحط اي بي مثلا، تمام، اول ما تقول له اوكي وجيت وي تلاقي في ويزرد كده ظهر قدامك في ايوه نتورك وبابليك وكان ايه هوم وورك، ورك والثالثه بابليك. تمام، هوم دي يعني لين، تمام، الثانيه ورك يعني بقيه الدومين بيسميها ورك، تمام، الثالثه بابليك. بابليك يعني ايه؟ يعني انت في مكان مفتوح، سايبر على سبيل المثال ولا حاجه. لا بالعكس، ده هو اصلا لو انت اخترتها بابليك هيظبط لك السكيورتي بتاعه الفاير وول بطريقه يقفل لك بورتس اكتر. ليه؟ لانك في مكان اوبن. هو مور سكيور يعني. تقصد ان هو هيقفل لك هيظبط لك سكيورتي اعلى. ليه؟ لانك في مكان اوبن مقلق. تمام؟ في بيئه الدومين مش هيسالك ابدا على الحكايه دي. ليه؟ لانه دايما مظبط نفسه على دومين. دايما مظبط نفسه على ايه؟ على الورك دومين. تمام؟ هنا بيقول لي ايه؟ ترن اوف فاير وول. انا كده احنا عملنا الحكايه دي عشان ما اوجعش دماغي وعشان ما اصدعش دماغي. لكن الريكومندد ان انا اقول له ايه؟ ترن اون فاير وول، صح؟ طبعا في حالتي ان انا انترستد فيه ان انا اقفله على مستوى او اشغله على مستوى الدومين، الاثنين دول اللي تحت ماليش دعوه بيهم اصلا دلوقتي، انا في بيئه الدومين. طب بصوا كده اقروا معايا، بلوك اول انكومينج يعني ايه؟ يعني هقفل كل البورتس. هقفل ايه؟ كل البورتس، تمام؟ اي حد هيدخل عليا شيرنج، اي حد هيدخل عليا بينج، لا ده انا قفلته وقفلت له كله، لان كمان شويه باذن الله هعرف ان ممكن اعمل اكسبشن، افتح بورت معين اقفل كله ما عدا بورت معين. طب هنا ديفاي مي وين ويندوز فاير وول بلوكس اند يو ابلكيشن، ساعات اجي اسطب برنامج يروح ظهر في وش ايوه عايز تقلاه ولا بلوك، تمام كده. طب بلاش بلوك الانكومنج دي، عشان زي ما اتفقنا كده اي حد يدخل على الدومين، اي حد يجي يكونكت على الدي ان اس، انا كده قفلت له في وش الدنيا كلها. تمام، لو جيت دلوقتي هنا ندخل بقى هنا بيقول لي هنا ايه، allow an application or feature through firewall، ده الاكسبشن اللي كنت قلت لكم عليه. انت عايز تعمل اكسبشن لمين؟ للاكتف دايركتوري في حاله الدومين ولا البرايفت ولا البابليك. شفتوا ان انا ممكن العب فيها براحتي؟ طيب عايز تفتح بورت HTTP HTTPS الكور، لاني كنت مسطبه قبل كده كور DFS، اللي فتح DFS دلوقتي ديستريبيوتد فايل سيستم لسه ما سطبناهوش. ماشي، او جايز انا سطبته، ايه اللي جاب DFS؟ ما علينا، DFS هنبقى نتكلم عنه قدام باذن الله. تمام، DHCP، تمام، اي حاجه من دول انت مش عايز تفتح البورت بتاعها شيل علامه الصح من هنا. بص الكربرس ليه بورت، تمام، ممكن تشيل علامه الصح دي. طب افرض ان انت عندك دلوقتي سيرفيس مش موجوده هنا،
مش موجوده في الليسته دي. طبعا اي سيرفيس من دول انت مش عارف بتعمل ايه, على ديتيلز على طول هيعرفك دي السيرفيس دي بتعمل ايه بالظبط. تمام. طب لو لسه او ابلكيشن معين مش موجود هنا, لو انذر ابلكيشن, تمام, اختار الابلكيشن اللي انت عايزه او ممكن تعمله ايه براوز, هيدخلك على البروجرام فايلز دلوقتي على السيستم 32. افرض هو ادخل على البروجرام فايلز اي ابلكيشن من هنا الاكس اي بتاعه. الاكس اي بتاعه بص يا خالد طالب ايه الاكس اي الاكزيكيوتابل بتاعه. تمام كده ايه باشا سيبك بقى من الصوت, هبلتنا النهارده يا خالد هبلتنا النهارده بالصوت اللي طالع ده. ماشي نركز بقى كنسل. تمام تشينج نوتيفيكيشن سيتنج دي خلاص احنا شفناها قبل كده. اوكي ادفانسد سيتنج لغايه الويندوز الاكس بي كان دايما الفاير وول شغال في الاتجاه الانباوند بس. يعني ايه؟ اي حد داخل لي هقفل له البورت وهو داخل عليا. ابتداء من ويندوز 7 ده انا ممكن كمان اقفل بورتات في الاتجاه الاوت باوند, يعني انا اقفل بورت معين وانا طالعه. عادة انا بستخدمهوش لغايه دلوقتي مش عارفه ممكن تقفل له بورت. بس عايز اقول لك على حاجه, اصل الجهاز بيطلع من بورت راندوم. لا قلنا ان الجهاز بيطلع من بورت 80 لو انا سيرفر وهبعت بطلع من بورت 80 لو انا الداتا دي كانت اساسا جايه لي من حد تاني. ماشي ف تقصد كده ممكن والله فكره ممكن برضه ممكن ما انا عامل اتش تي بي ليه اصلا لما انا قافل البورت ده. ما رايك صحيح. انا عن نفسي بصراحه الاتجاه الانباوند الاوت باوند ده بصراحه ما بستخدمهوش. بس اهو فيتشر موجود عندي فين في الويندوز سيرفر ابتداء من ويندوز سيرفر ابتداء سوري من ويندوز 7 الانباوند ده بيتقفل على البي سي بس مش على السيرفر. يعني معظم استخدامه هو على البي سي السيرفر يا باشا ده بالعكس ده السيرفر اهم. الانباوند الانباوند ده ايوه الناس داخله لي لا يعني الاوت باوند قصدي والله عموما هو اوبشن. تمام كل دي بورتات اهي متفتحه. انت لو عايز تعمل اكسبشن جديد او رول جديده ممكن تقول له هنا نيو رول. تمام سي دلوقتي ان انت عندك بروتوكول او ابلكيشن معين ظهر عندك وعايز تفتح له بورت, تعالوا بقى ندخل في الاتجاه الاوت باوند لان الاوت باوند ده زي ما بقول لكم ملوش لازمه. نيو رول. تمام سي دلوقتي زي ما قلت لك ابلكيشن معين وانت عايز تفتح له بورت معين, انت مش هتعمل ديسيبل للفاير وول تعمله اوف, فانت ممكن تقول له هنا بروجرام او بورت او سيرفيس سيرفيس معينه ادي سيرفيس اللي انت عايز تفتح عليها البورت او كاستم. تمام تعال نشوف كده كاستم جواها ايه. معلش ده بس لو ايه تاني ده لو تعالى دلوقتي نعملها بروتوكول معين او برنامج معين نزل عندك جديد وملهوش بورت ستاندرد. تمام طب نضيفه خلاص يعني اقصد ملهوش بورت معروف 80 21 اللي هي الحاجات المشهوره. فتعمل ايه؟ هتيجي هنا تقول له افتح لي بورت. تمام بورت كده يعني انا عايز افتح بورت ولا اقفل بورت ولا اعمل اكسبشن. لا انت عايز تعمل اكسبشن لبورت تقلاه. طب ما انا طب ما مش من هنا يعني من هنا طب ما اخش من عند الاب. ما خد بالك الفكره ان تاني ان الابلكيشن ده مثلا ممكن ما تدوش انت عايز تفتحه بالبورت مش الاي اكس اي بتاعه. تمام نيكست هو الابلكيشن ده شغال ايه تي سي بي ولا يو دي بي. تمام طب شغال على بورت كام؟ لا ما هو الراجل البروجرامر اللي عمل لك الابلكيشن هيبقى معرفك ان الابلكيشن يعني ده ده اللي اقصده ابلكيشن مش موجود مش معروف وبالتالي انت بتعمله اكسبشن بايدك. تمام سي دلوقتي ان البروتوكول ده او البورت ده او الابلكيشن ده شغال على بورت 55 تي سي بي نيكست. تمام الاو ولا بلوك شوف انت عايز تعمله ايه الاو مثلا ولا الاو اف ذا كونكشن از سكيورد. لو البرنامج ده سكيورد اعمل له لو مش سكيورد لا نيكست. في حاله ايه دومين ولا برايفت ولا بابليك وضحت كده السؤال ده يا باهي. شوف انت عايز تعمل له لو في انهي واحده بينهم نيكست وادي له اسم ديمو وديسكريبشن فينيش. تمام ديمو ظهر عندي اهو كليك يمين لو انت عايز تعمل ديسيبل للرول وضحت كده. يبقى ده الموضوع كمان في الويندوز ابتداء من ويندوز 7 اللي بعديه كله يعني الموضوع كاستمايزبل جدا غير الاكس بي كان الاكس بي ليميتد جدا في الحوار ده.
تمام. حد وقع مني كده في حاجه يا شباب؟ طبعا تاني الاوبشن سي باقيه واضحه قوي قوي يعني زياده عن اللزوم. وباكد تاني ده الفاير وول اللي هو السيمبل اللي موجود على الجهاز. انا هديسيبل ده بقى خلاص هدلته مش محتاجاه ديليت. ده انا كمان على الويندوز العادي ده انا بقول لك من الويندوز 7 ده موجود ده ابتداء من اللي انا بشرحه ده هتلاقيه هو هو على ويندوز سيرفر 2008 2012 ويندوز 7 ويندوز 8. لا ده تي ام جي بقى انت مش هتعمل الكلام ده على مستوى كل جهاز يا خالد صح؟ بدل ما تقعد تفقفل على بورتات على مستوى كل جهاز وعلى مستوى كل سيرفر لا ده تي ام جي بقى السيرفر يروح مقفل لك الليله كلها وتفتح عليه بورتات معينه. لا هنشوف يوم الجمعه هنشرحه يوم الجمعه باذن الله تمام. بس مش الجمعه الجايه اللي بعديها ان شاء الله. متفقين؟ في اي مشكله في الجزء ده؟ شفتوا كنت هنسى شفتوا اسئلتكم كنت هنسى. سي دلوقتي ان انا عايزه اتحكم في الفاير وول عن طريق الجروب بوليسي عشان برضو في الاوفلاين كاشنج برضو نسيت اوريها لكم ازاي نعملها عن طريق الجروب بوليسي. لو دخلت هنا على الجروب بوليسي تمام بدل ما تقعد تطبق الكلام ده على مستوى كل جهاز يا خالد صح؟ لا انت ممكن تيجي على مستوى الدومين ايديت تمام تحت بوليسز تحت ويندوز سيتنجز تحت سكيورتي تحت فين 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 فاير وول مش شايفاها فوق ويندوز فاير وول تمام انجز يعمل كليك يمين نيو رول هيفتح قدامي دلوقتي كوبي وبيست من اللي انتوا شفتوه بس على مستوى ايه؟ الدومين ككل انت مش هتقعد تعملي زي ما اتفقنا الكلام ده على مستوى كل يوزر تمام؟ انت هتعمل الكلام ده على مستوى ايه؟ الدومين ككل. حد وقع مني كده في حاجه؟